انه عبر عن الفرحه ديالو. لاحظ مول التمريره هو اللي كنصنفو انا مول هذا. كان ارتباك في دفاع الرجاء ومحسن ياجور يسجل الهدف. والاجمل في اللقطه هو اللي عطى لاباس ماشي اللي سجل، لانه اختار في الانترفال لاباس وخرج ياجور راسا لراس مع لاسكو. هدف اول في الوقت المحتسب بدل ضائع لفائده فريق الوداد. محسن ياجور يسجل الهدف لفائده الوداد. وقت لفريق الرجاء كان يبحث عن الهدف، رد فعل قوي من جانب فريق الوداد يعطي الهدف الاول بواسطه محسن ياجور. وورقه صفراء تنتظر محسن ياجور لانه عبر عن الفرحه ديالو. لاحظ مول التمريره هو اللي كنصنفو انا مول الهدف. كانت تمريره ذكيه. لانه كل ما لقاش عاوتاني ياجور اللي كيدوموندي البالون في الانترفال فما يمكنش تسجل. كان استغلال جيد من جانب محسن ياجور. نلعب بالوقت المحتسب بدل ضائع ايت العريف.